حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم أما أنا للإرهاب أن يتوقف أما أنا للقراءات الملعونة والتفسيرات الحمراء أن تبتعد عن نصوص السماء السمحة والرحيمة أما أنا لهذا العقل تكفيريا يتوقف أما أنا لعلماء الإسلام قاطبة أن يعلنوا النفير العام والطوارئ القصوى لإنهاء لوثة التكفير. يدخل الإرهابي إلى المسجد وينضم إلى صفوف المصلين ويقول الله أكبر مثلما يكبرون ويقرأ الفاتحة ويعقبها بسورة ويركع كما يركعون ويسجد وأثناء السجود يضغط على زر الحزام الناسف ليقتل عشرات الساجدين. هم سيذهبون إلى الجنة وهو إلى جهنم وبئس المصير، طبعاً هو يعتقد العكس، هو يعتقد أنه في الجنة وهم في النار. عقود ونحن نعاني من السيارات المفخخة والقنابل الموقوتة والذبح الممنهج وأكل الأكباد وبقر البطون واغتصاب النسوة ورمي الجنود من الشرفات وبيع النسوة في سوق النخاسة. يحدث كل ذلك على الهواء مباشره امام مراى المرجعيات الاسلاميه والمؤسسات الاسلاميه والعلمائيه في خط طنجه جاكرتا. والشلل سيد الموقف والتبرير احيانا سيد الاحكام، بل ان البعض راض على ما يفعله المجانين ما دام الشهداء من فصيل مذهبي مغاير، رغم ان هؤلاء الشهداء كانوا يركعون ويسجدون لرب العالمين، اقول يسجدون لرب العالمين وليس للات او العزى او منات الثالثة الاخرى، قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، كلام ربنا جل في علاه فصيح بليغ شفاف واضح أمرنا بالسعي إلى ذكر الله وذكره عنوان السلام لأنه السلام لم يأمرنا بالسعي للذبح والتفجير والتقتيل والتمثيل بالأجساد ستة وخمسون مصليا متطهرا مغتسلا ليوم الجمعة متطيبا مستعدا للصلاة أو ممثلا لآي القرآن الكريم يقتلون ظلما وعدوانا في مدينه بيشاور شمال غرب باكستان وقد اعلنت الملعونه داعش سليله النصوص الحمراء والغرف السوداء ومحاكم التفتيش ودوائر الاستخبارات الماكره الغادره تبنيها للمجزره واي مجزره للملحمه واي ملحمه ضد المسلمين الامنين فيما الكيان العبري يصول ويجول في قتل الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ تفجير المساجد وإحياء الإرهاب عنوان برنامج الفلاميم ويشاركنا في النقاش من مصر الحبيبة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر ومن الأردن الحبيب الداعية الفاضل مصطفى أبو رمان ومن إسلام أباد في باكستان الحبيبة الدكتور عبد المجيب بسام مدير مركز الانوار للدراسات والابحاث مشاهدينا لا نقول مرحبا بل نقول عظم الله لكم الاجر استاذ عبد المجيب من باكستان الحبيبه لماذا دائما نسمع هذه الهمجيه القادمه من باكستان هذا التفجير القادم من باكستان هذا الانتحار القادم من باكستان هذا التفخيخ القادم من باكستان الدخول الى المساجد وتفجيرها وقتل المصلين وهم يقولون سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله ماذا يوجد في باكستان يا ترى حتى راينا نماذج مجنونه تدبح المصلين والراكعين والساجدين شكرا لكم، وبداية تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام، وأيضا ترحيب حار بضيوف هذه الحلقة. بداية سأقول أن تفجير المساجد وقتل الأبرياء العُزل فيها، ليس أمرا جديدا، كما أن باكستان ليس المثل الأول لهذه القضية، وإنما هي ثقافة روج لها تجار الحرب على المستوى العالمي قبل باكستان بمده طويله فهذه الثقافه نفسها كان قد روج لها قبل ذلك في العراق مما كانوا يسمونها ببلاد الرافدين وبعد ذلك في سوريا على ذلك النطاق الواسع عندما كانوا يمارسون هذه الهمجيه نفسها في المساجد ايضا وخارج المساجد ايضا في الاسواق. المساجد وظهور هذه الظاهره فيها ليس امرا قد نشا هنا في باكستان وحدها، لكن استطيع ان اقول واوافقكم على ان باكستان كانت واحده من الضحايا الكثيره التي وقعت تحت هذه الوطاه الهمجيه. نعم لماذا يمارسون هذه الهمجيه؟ لا شك ان وراء هذه الهمجيه نفوسا تعيش على الجو الانتقامي تعيش على الجهل الناتج من تلك المرجعيات الجاهلة التي ينتمون إليها والتي يستندون إليها ليس في هذه البلاد فقط وإنما في معظم البلاد التي تروجت فيها هذه الثقافة الهمجية القاتلة التي تؤدي بنفوس كثير من المصلين ممن يصلون لله، ممن ياتون طاهرين مغتسلين كما تفضلتم. نعم ان هذه النفوس التي تقدم على هذه الهمجيات التي توضي بالنفوس في المساجد، لا شك انها جاهله وليست محتكمه الى نصوص الشرع الاصيله، الى نصوص الشرع الذي هو سمح في احكامه، هو سمح في تعليماته. هو سمح في توجيهاته وارشاداته على مر السنين كلها ان كنا سنبحث عن مثيل لهذه التفجيرات وهذه الهمجيات الموجوده في التاريخ البشري كله سنجد ان هذه ليس لها اي مثيل في تاريخنا تاريخنا الاسلامي المشرق عبر السنوات الماضيه نعم الذين يروجون او يحاولون ان يؤصلوا لهذه الهمجيات من النصوص الشرعيه ويحاولون ان تلويه النصوص ويحاولون ان ياتوا بتاويلات متعدده للنصوص التي فيها جواز للدفاع عن النفس، للدفاع عن الوطن، للدفاع عن المبادئ، كل ذلك يتم بهمجيه ليس لها مثيل في تاريخنا الاسلامي المشرق. هنا في باكستان لماذا يحدث كل هذا؟ فيما اعتقد أن هذا الأمر قد يكون نابعا عن إثارة البلبله الطائفيه داخل البلد، خاصة وأن البلد ومثله وحولنا بلاد أخرى هي بلاد صالحه لإثارة هذه البلبله الطائفيه التي نحن نجد لها أتباعا كثيرين في هذه البلاد بصورة أو بأخرى. هذه البلبله الطائفيه ونارها التي لا تنطفئ أو لا يمكن أن تنطفئ على مر العصور. هذه من أحسن المجالات التي يمكن أن يمارس فيها هؤلاء الهمجيون ثقافتهم الهمجية بهذه الصورة ليس إلا إنتقاما لشخص قتل أو ليس إلا دكتور رحمن دكتور, دكتور عبد المجيب دكتور هذه الثقافة الهمجية التي أشرت إليها وراءها فضائيات وراءها علماء وراءها دول وراءها أحزاب وراءها وكالات استخبارات وراءها جبهات عريضه افقيه وعموديه في خط طنجه جاكرتا. دعني امضي الى مصر الحبيبه الى الدكتور احمد كريمه الكريم على قلوبنا والعزيز على نفوسنا. دكتور احمد حياك الله وبياك وانت الشاهد معنا على متابعه احداث الدم وفوضى الفتاوى في العالم العربي والاسلامي. أما أنا لهذا الإرهاب أن ينطفئ دكتور أحمد ما بال هذا الهيجان الإرهابي وهذا الطوفان الإرهابي كلما نقول أو شكنا أن ننهي مرحلة الدم فإذا بالدم يفور بسم الله ورسوله والصحابة الكرام بسم الله الرحمن الرحيم <applause> بادي بدء أنني في اغتباط ل هذا اللقاء مع الإعلامي الصديق الحبيب الأستاذ يحيى أبو زكريا حفظه الله ومع ضيوفك الكرام أعزك الله فيما يتعلق أحييك وأثمن التذكرة الطيبة تعيها أذن واعية عن المساجد وعمليات التفجير أولا قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب اليم والله قال في سوره الاحزاب عن هؤلاء المتسببين والمباشرين لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا إخبار الله سبحانه وتعالى ثم العقاب ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا فإذا تفضلت بطرح ما الأسباب أو البواعث لهذه الجريمة النكراء في تعريض الأرواح البريئة المصلية المتطهرة في بيوت الله عز وجل نرجع إلى التاريخ هذه الجريمة النكراء للأسف وجدت في المجتمع المسلم منذ صدر الأمة المسلمة فلا ننسى أن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه قتل وهو خارج للأذان لصلاة الفجر في العراق رضي الله عنه أرضاه ومن قبله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم الناس في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا جئنا وقفزنا مع التاريخ في ثمانينيات القرن الماضي الجهيمان ومجموعته السلفية الجهادية حينما اقتحمت المسجد الحرام وقتلت الطائفين والراكعين والساجدين في المسجد الحرام، ثم إذا اقتربنا من مصر بلد الأزهر الشريف فنجد أن في سيناء التي للأسف بلشفت بالفكر السلفي من أربعين عاما. فنجد ان السلفيه الجهاديه في سيناء المصريه تقتحم مسجد الروضه الصوفي بدعوى ان الصوفيه كفار وقتلوا ايضا المصلين الراكعين الساجدين انا ذكرت فقط نموذجين من التراث للامام علي ولسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع وذكرت في المعاصر المسجد الحرام في بدايه ثمانيات القرن الماضي في مكه ومسجد الروضه في سيناء المصريه بالاضافه الى النماذج الاخرى اولا يا سيدي الكريم كما تفضلت واحييك والله لا انافقك ولا اجاملك ولا اطريك كذبا انا يعجبني فيك وانا لي يعني عقود في الاعلام الديني في الفضائيات وغيرها انك تولي الموضوع الماما احتراما لعقلية المشاهد من جهة وتثمينا وتأصيلا وتنظيرا للطرح من جهة أخرى فحي الله يحيى أبا زكريا وبارك الله فيه أعزك, أعزك الله أبقاك دكتور أحمد نحن تلاميذتكم يا سيد العزيز أكرمكم الله أكرمكم الله التكفير منتجه التفجير والتدمير لأن الخوارج استباحوا دم المسلمين وعلى رأسهم الإمام سيدنا علي بن أبي طالب بالتكفير قالوا إن الحكم إلا لله وليس لك يا علي ولا لأصحابك كان هذا هو التكفير ثم وكلاء الخوارج وهم كسر بيننا ابحث ونبحث عن الموساد الإسرائيلي نبحث عن جامعة تل أبيب قسم الدراسات الإسلامية التي أنشأها الموساد الصهيوني الإسرائيلي عام 1956 أفجر لك مفاجأة وأخص برنامج ألف لام من بها معظم قواد جماعات العنف الفكري من التكفير السلفية الجهادية ومن العنف السلوكي من إراقة الدماء وإتلاف الأموال وانتهاك الأعراض وتهديد الأمن المجتمعي على صلات وثيقة بقسم الدراسات الإسلامية في جامعة تل أبيب الصهيونية فإذا إذا أردنا التدابير الوقائية الاحترازية أنا أرجو أن يخرج مرجعيات الفكر السلفي الوهابي ليعلنوا للعالم تراجعهم عن فتاواهم بتكفير الشيعه وبتكفير الصوفيه وبالنيل من عقيده الازهر بدعوى انه اشعري فاسد العقيده اطالب رؤساء وملوك وسلاطين وامراء وحكام المسلمين بعقد مؤتمر دولي ويخرج وتامر جعيات الفكر السلفي يعلنون براءتهم من تكفير اهل القبله علنا ثم الالغام التي موضوعه يعني كتاب فتاوى علماء البلد الحرام طبعه الجريسه في الرياض في هذه الالغام في تكفيرهم للشيعه كما قلت في تكفيرهم للصوفيه في تكفيرهم أو النيل من عقيدة الأزهر الشريف الذي مضى عليه هذا العام 1083 سنة وهو يحمل لواء الدعوة الإسلامية بالتنوع الفكري دون مذهبية ودون طائفية نحن نريد التدابير الاحترازية الوقائية لعم. ثم التدابير الزجرية بأن تعقد محاكمات دولية للمتسبب والمباشر يعني عندنا في مصر عفوا ولن أطيل حتى أتيح لإخوتي لما عقدت محاكمة عن خلايا إرهابية وأتوا ببعض المرجعيات السلفية بناء على اعترافات المتهمين أشاروا إلى الشيخ فلان والشيخ علان أشاروا إلى محمد حسان السلفي وأشاروا إلى محمد حسين يعقوب السلفي والشباب اعترف في أوراق الدعوة القضائية بأن الأفكار الإرهابية عندهم استقوها من محاضرات هؤلاء ومن فتاوى هؤلاء فاذا اذا اردنا نفيرا فعلا او استنفارا فعلا مؤتمر دولي تعلن مرجعيات السلفيه الوهابيه في موطن النشا وفي غيرها خطاهم ويعلنون تراجعهم عن تكفير اهل القبله إذا كنا نعم دكتور احمد كريمة لعلك قدمت البرنامج المثالي لتقويم الاعوجاج في امه محمد حبيبنا الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، لكن هل يمكن ان نحقق ذلك شيخنا الفاضل مصطفى ابو رمان؟ هل يمكن ان يعترف علماء ومراجع انهم تسببوا في النكبه الكبرى والنكسه العظمى والملحمة القصوى والمجزرة التي ليس بعدها مجزرة هل يمكن أن يجر العلماء ويعترفوا ب... بالأخطاء حياكم الله يا سيدي وشكرا آه. للاستضافة ودكتور يحيى يعني أنت دائما تثير المواضيع المهمة والتي يعني لابد للأمة أن تنتبه إليها وحيا الله ضيفيك الكريمين عزك. والمشاهدين الأعزاء يا سيدي هذا هو سبب رئيسي هو استحياء العلماء وربما بعضهم كان خوفا في العراق خاصه كان خوف العلماء من داعش ان يقتلوهم وكذلك يعني في كل مكان يعني يخافون من المتطرفين اكثر من خوفهم من الله عز وجل وهذا يحتاج الى جراه وشجاعه وهو الجهاد اصلا جهاد الكلمه العالم هو الامر المعروف والنهي عن المنكر فاذا لم يستطع ان يقول كلمه الحق وان ينذر بها وان ينبه من هؤلاء سكوت العلماء هو كان سبب من ان يذهب الكثير من المسلمين والمصلين الى غيرهم وياخذ باقوال المتطرفين والارهابيين ولهذا نجد يعني حتى ليس هذا فحسب تركوا يعني دعاء وخطباء للتطرف في المساجد يغيرون صدور الناس ويجعلونهم يكفرون الاخر حتى اصبح عوام الناس والجهله يصدرون احكام وفتاوى لهذا يعني هؤلاء الخطباء الذين لا يزلون في المساجد ويحرضون الناس على الارهاب ويحرضون الناس على التعصب والتشدد والتطرف ويجعلون الناس البسطاء يحملون هذا الفكر ليس فقط العلماء العلماء دورهم كبير جدا بلا شك ويجب أن يأخذوا بيد من حديد على هؤلاء دعاة التطرف ودعاة الإرهاب ودعاة التشدد والتعصب وهذا يعني ما نجده يعني ما لا نجده في إعلامنا يعني أنت بفضل الله عز وجل تدعو من كافة الدول الإسلامية هؤلاء العلماء الابرار الافاضل ويقولون كلمتهم، لكن اي وسيله اعلاميه اخرى الوسائل الاعلاميه الدينيه لا تستدعي الا متعصب لمذهب او متعصب لطائفه او متعصب لمدرسه، ولهذا العلماء دورهم كبير جدا وهم يعني يخافون يستحون او ربما بعضهم لم يصل الى درجه الاحاطه بما عليه هذا الفكر الداعشي المتطرف بشكل كبير هم يحتاجون الى علم واسع في هذه القضيه يحتاجون الى معرفه السلم الاجتماعي يعني بحاجه هؤلاء العلماء ان يعرفوا وثيقه المدينه وليس فقط اصدار فتاوى في في الوضوء والغسل والصلاه والصيام والزكاه نحتاج من هؤلاء العلماء الى فتاوى اكبر من هذا الهم الذي هم فيه، هم يعني يهتمون فقط بمسائل صغيره فلينظروا الى المسائل الكبيره التي تؤرق وتقلق يعني العالم الاسلامي، فكما ذكر الاخوين الكريمين عندما لا يستثنى لا مسجد سني ولا شيعي ولا حسينيه ولا مسجد صوفي، عندما لا يستثنى من الارهاب اذا الكل مستهدف، فما على العلماء من كافه المذاهب الاسلاميه والمدارس الاسلاميه الا ان يرفعوا اصواتهم ويظهروا للناس ان هذا الفكر ليس من الاسلام في شيء، وعليهم ان يبينوا ويوضحوا ويفسروا وخاصه تلك النصوص التي يحملها هذا الفكر الارهابي. يعني العلماء دورهم تفسير هذه النصوص واعادتها الى الفهم الصحيح والابتعاد عن الجهل والتطرف في فهمها. العلماء دورهم اكبر. وأعتقد أن العلماء يعني هم الذين يجب أن يكونوا في الواجهة وأن يكونوا على قدر من تحمل المسؤولية لهذا أنت يا دكتور الحمد لله لكن رب أستاذ هذا البرنامج شيخنا شيخ مصطفى يعني طبعا. أرجو أن تحدد أي نوع من العلماء لأنه إذا عدنا إلى التاريخ الإسلامي نجد أن العلماء هم الذين قتلوا السهر وردي وابن المقفع وحاصروا ابن رشد وقتلوا ابن طباطبة ويعني لا أستطيع أن أسرد عليك حجم الاغتيالات والاقترافات فأي علماء تقصد شيخ مصطفى؟ العلماء يعني المرجعيات الدينية التي لا تتعصب لمذهبها ولا لمدرستها وانت دكتور يعني الى الان لم ارى في حلقات يعني وهي مئات الحلقات لم ارى يعني في حلقاتك جميعها عالما متطرفا هؤلاء العلماء جميعا يعني يحتاج يعني منهم ان يعني يصدروا بياناتهم شيخ مصطفى شيخ مصطفى لا توضيحا الشهاده لله دعوت معظم العمائم الدمويه الى مناظره فقالوا لي يا يحيى يا أبا زكريا أنت صليط اللسان ولا نظهر في برنامجك نهائيا بل إن أحدهم أوشك أن يغادر البرنامج في يوم من الأيام ونحن الآن بصدد تقريبا 25 حلقة من برنامج الفلامين الحمد لله واسال الله لك التوفيق ويفتح عليك وبارك الله فيك لا. يعني وهذا جهد عظيم يعني لك اجره وثوابه، صحيح. العلماء جميع العلماء في كل العالم يعني الذين يصدرون كثير من الفتاوى وكثير من الرسائل والكتب والابحاث والدراسات لماذا لا يخصصون لهذا الجانب جزءا عظيما في فكرهم وفي جهدهم وفي علمهم؟ العلماء جميعا حقيقة بلا استثناء وخاصة منهم المتنورين الخاصة منهم من يدعون إلى وحدة الأمة صحيح. الذي يدعو إلى وحدة الأمة ولا ولا ينظر الى من يفرقها الفكر الارهابي يفرقها اذا لماذا يا داعيه الى الوحده الامه لا تقف في وجه هذا الارهاب الممزق للامه نعم احسن هذا هو المطلوب يعني احسن دعاه الوحده صحيح مصداقا نعم لقوله صحيح. تعالى ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون مشاهدين فاصل قصير ثم نعود اليكم فابقوا معنا مشاهدين أهلا بكم من جديد عدنا والعود أحمد ومن أدرك حلقتنا الآن نحن نعالج موضوع النكبة الكبرى التي ألمت بالعالم الإسلامي تفجير المساجد يا للهول المساجد قيمة لعبادة الله فصارت مكانا لقتل عباد الله أستاذ عبد المجيب باكستان عندما تأسست على يد إقبال اللاهوري العظيم الذي نحترمه ومحمد علي جناح سميت باكستان اي ارض الابرار كيف تحولت ارض الابرار الى مطيه بيد بعض الفجار الذين فجروا كما انني في كل حياتي ضد الضبابيه استاذ عبد المجيب ضد الرماديه احب الوضوح قلت يوجد همجيه ويوجد من تبنى فقه الهمجيه حبذا لو تضع إصبعك على الإسم على المصطلح على اللفظ أي ثقافة هاتي التي تقتل إخوتنا في باكستان وأفغانستان أي مرجعية هاتي التي تفدي تفتي براقة الدماء نريد الوضوح حتى نضع برامج واضحة أيضا من سنخ المقدمات الواضحة نعم أستاذ يحيى لا شك ان باكستان كما تفضلتم يعني بنيت على اساس اسلامي كان الاستقلال عن الهند عبارة أن تكون للمسلمين دولة يستقلون بها ويعيشون في ظلها وفي ربوعها الآمنة وهنا عندنا مقولة في باكستان يقولون يقولون يطلقون سؤالا ويقولون باكستان كمطلب يا يعني ما المقصود بباكستان فيقولون لا إله إلا الله يعني التوحيد وكلمه التوحيد والاسلام الذي يجب ان يكون ان تكون رحماته شامله لكل من تسكن هذه البقعه من الناس او من كل الوان البشريه ولاجل ذلك نحن نجد هنا في باكستان بصوره عامه صحيح ان النسبه العظمى هي للمسلمين لكن هناك نسب معينه يسكنها من الهنود ويسكنها من السيخ وربما يسكنها مجموعات اخرى من النصارى ايضا وان كان ذلك بنسب قليله فلاجل ذلك الخطه الواضحه التي كانت معلنه لبناء باكستان هي عباره عن تلك الخيمه الامنه التي يجب ان يستظل بظلها الجميل وبظلها الامن كل الفئات البشريه وهذا هو الذي كان قد تم الى ان جاءت هذه الافكار التي نسميها همجيه او نسميها بمجموعه من هذه الالفاظ التي في الحقيقه لا تفي بالمعنى المقصود وبالمعنى الحقيقي لهذه الكلمات السؤال الذي طرحته استاذ يحيى ابو زكريا حفظك الله ورعاك هو ان نضع الحروف عن نقاط على الحروف والبصمات بصوره واضحه على الاسماء انا قد لا اكون مخطئا ان قلت ان الاسماء ليست غامضه وليست مبهمة وليست جاهلة فها هو أستاذنا الكريم قبل قليل سمى مجموعة من الجهات تلك التي تسمي نفسها بالجهادية السلفية المتطرفة تلك التي تسمي نفسها بجماعة داعش التي كان لها شكل من الأشكال الهمجية الموجودة في البلاد العربية ثم تحول إلى شكل آخر ليس في أهدافه الكبيرة وإنما في بعض الأهداف الصغيرة في هذه المنطقة التي نحن نعيشها ويعاني الأفراد والبشر من همجيات هؤلاء قد يكون هناك سؤال يطرح نفسه هنا لماذا هذه الهمجية خاصة وأنها تمارس تحت مسمى الإسلام وتحت هذه التسمية الجميلة التي هي كلها رحمه بدايه من السلام ونهايه بالسلام في الصلاه ايضا ونحن موضوعنا الصلاه والمساجد والجماعات. كيف حدث كل هذا؟ الذي اراه ان هذا الامر له اسباب مختلفه اشرت حضرتك اشرت الى بعضها ان هناك علماء وراء هذه القضيه وهناك مؤسسات وراء هذه الهمجيه. وهناك دول كامله وراء هذه الهمجيه ولا شك ان هناك سياسات كبيره للدول العظمى تلك التي انا اسميها بتجار الحرب في هذا العالم هؤلاء هم الذين يروجون لهذه الثقافه من الاشياء التي هي معروفه عندنا في هذه البلاد هي ان المنتمين الى هذه الهمجيات معظمهم ممن لا يعرفون عن الاسلام كثيرا انا لا اقول انهم ليسوا مسلمين لا وانهم هم لا يعرفون عن الاسلام كثيرا فقههم هذا هو نابع عن الجهل الذي يعيشون معه، فقههم هذا هو ماخوذ من تلك المرجعيات التي لها لا استطيع ان اقول المام وانما لهم هكذا عبور الكرام على بعض النصوص الواضحه دون ان يفسروها، دون ان يرجعوا فيها الى التفسيرات لامه الاسلام وعلمائها الحقيقيين في هذه الفتره وهذا الجهل هو يكاد يكون متفشيا في الطبقات المختلفه لهذه الهمجيه الممارسه على المستوى الكبير الذي هو مستوى القادة على المستوى الثاني الذي هو مستوى العلماء على المستوى الثالث على مستوى المحاربين أو المفجرين ولعلكم لاحظتم خلال هذه الفترة التي مرت بها هذه البلاد وهي تعاني من هذه الألام الشديدة أن معظم المنفذين لهذه الهجمات في المساجد هؤلاء من صغار السن أحداث هؤلاء الذين لم يتمكنوا بعد من دراسة التعاليم الحقيقية للإسلام فكيف لهم أن يصلوا إلى هذه الدرجة من أن ينفذوا تعاليم في إخوانهم من المسلمين كيف لهم أن لا يميزوا بين أخيه الذي يصلي معه نحو رب واحد ونحو قبلة واحدة وهو ساجد أستاذ, أستاذ, أستاذ عبد المجيب من مبكيات الدهر والمتنبي يقول كم دا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء أن باكستان التي أنجبت عبد القادر خان العالم الباكستاني الكبير مؤسس القنبلة النووية الباكستانية رحمه الله تعالى والذي كان مرصودا من قبل الموساد تنجب أيضا همجيات خارجية تكرس الفكر السلفي والفكر التكفيري ولعمري تلك من مضحكات مبكيات الدهر دكتور أحمد كريمة كنا نقول دوما أن البداية الصحيحة للقضاء على التكفير تبدأ بتطهير الموروث الإسلامي في كل المدارس الإسلامية وبالتالي رمي النصوص الحمراء التي تصطدم بمبدأ الرحمة والرحمنية إلى البحر أو إلى أقرب نهر بجوارنا لكن هذا لم يحدث تأمل معي دكتور أحمد كم هي الدماء المراقة اليوم في العالم الإسلامي حوالي خمس ملايين ماتوا جراء الإرهاب الأصولي الظلامي التكفيري لكن لم نرى مؤسسات إسلامية طهرت مناهج تعليمية نظفت فكر تنويري بعد فضائيات تأسست العكس فضائيات الطرب صارت أقوى فضائيات الفسق والفجور صارت أقوى وسائط الاتصال كلها حكر على الفجور والعري والفحش متى تستيقظ اذا امتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم آه، تكمله ووصلا وصلكم الله عز وجل آه، بما نحن في طرح موضوع او جريمه او فتنه تفجير المساجد. اولا اذكر الجميع بقول الله في سوره النور في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي. أحسنت لأنك وضعت الأصبع على أصل الداء فيما يتعلق ببعض التراث الموروث مثلا الشيخ المتسلفة يثيرون قضية حكم الصلاة في مساجد أضرحة ومراقد الصالحين ويحكمون ببطلان هذه الصلوات فرضا ونفلا فاذا جلست واذا استمعت واذا قرات ما الفتاوى الغريبه العجيبه والاستشهادات الباطلة فانك تصدم بان الفكر السلفي بيصم المساجد التي بها اضرحه وبها مراقد الصالحين بنعود الشرك والكفر ولا يجيزون الصلاة فيها لا من قريب ولا بمن بعيد. بطبيعة الحال المغرر به هيستمع إلى هؤلاء، يعني مثلا حينما يأتي ابن باز وابن عصيمين وابن جبرين ووكلائهم سواء في مصر أو في الكويت أو في بلد المنشأ السعودية وغير ذلك. وبعدين يقول لهم إيه؟ في في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر انه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. طبعا هو بيلوي اعناق النص النبوي هنا لان اولا النصارى ليس لهم يعني نبي مدفون في الارض. الامر الاخر اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ليست الابنيه ولكن مساجد مسجد على وزن مفعل في علم الصرف العربي يعني موضع سجود يعني بعض أهل الكتاب من اليهود بالذات كانوا يتخذون بعض قبور أنبيائهم موضعا للسجود للتعظيم من دون الله لكن هم عمموها جاء الفكر السلفي محمد بن عبد الوهاب ربيب الضابط هنفر البريطاني وعمم هذا على جميع مساجد المسلمين لأنه هو أحيا المقولة المنسوبة لابن تيمية بان حتى لا يجوز زياره قبر النبي قصدا هذا كلام ابن تيميه صحيح. يعني حتى مسجد النبي محمد نفسه لم يسلم من سفاهات المتسلفه الاولى من على ابن تيميه وبعد كده هيجي بعديه محمد ابن عبد الوهاب الغريب والعجيب انا لا اتكلم في سياسه اتكلم في شان ديني صحيح. حتى يعني لا يغضب البعض يعني مثلا قال الشيخ في موطن النشأة لما حرموا الفنون الجميلة والترويع عن النفس بكافة أنواعه زهاء سبعين ثمانين سنة بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشرطة تنفيذية على خلاف الإسلام الآن تراجعوا وأحلوا ما حرموه أحلوا ما حرموه سواء الفنون الجميلة سواء الترويع عن النفس الغناء الرقص الموسيقى سبحان الله أي الأمور أولى بالمراجعات هل الغناء والتصوير والتمثيل وهذا ولا إن هم يتراجعوا علنا إن كانوا يريدون الله ورسوله لأن آل الشيخ في الماضي والحاضر يتحملون وزر ذلك في الماضي والحاضر نحن نعرف مدرسة ابن باز وابن عصيمين وابن جبرين إلى آخره حرموا هذه الأشياء الآن تراجعوا وأحلوها يعني قال الشيخ في الماضي غير الحاضر فأنا أقول والأولى أنهم يراجعوا بعض التراث الموروث مثل حكم الصلاة في مساجد بها أضرحة ومراخد لأن السلفي الجهادي في زعمه لما بيذهب الى مسجد من المساجد ايا كانت الدوله سواء كان مسجدا فيه للسنه او للشيعه هو يذهب الى مكان يظنه انه دارا للكفر وانه مكانا للفسق بسبب دفن ولي او بدفن واحد من ال بيت رسول الله او واحد من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فانا اضم صوت الى صوتك ان لا بد من تنقيه التراث الموروث لا سيما الذي يقدم من الرؤيه المتسلفه الوهابيه التي اوصلت الامه والمجتمعات المسلمه للاسف الى العنف الفكري من التكفير والى العنف السلوكي من اراقه الدماء واتلاف الاموال وانتهاك الاعراض وتهديد الامن المجتمعي لا بد من تحرير الخطاب الدعوي الاسلامي عن المذهبيه وعن الطائفيه وتحرير الخطاب السياسي في الامه المسلمه او الدول العربيه عن املاءات وتوجهات واعلاء المصلحه العليا لان النبي محمدا قال صلى الله عليه واله ايها الناس ان دماءكم واعراضكم واموالكم عليكم حرام هذه الامور الثلاث ينبغي ان يعقد لها كما قلت قبل الفاصل مؤتمر اسلامي بقرار سياسي لان العلماء الان وخلونا نتصارح في الدول الاسلاميه لا يملكون صحيح. الا اذا جاء قرار سياسي صحيح احسنت ونحن معك في هذه الدعوه وان شاء الله نعمل عليها وعلى تكريسها وتنفيذها بالتواصل مع الاشراف والغيار على هذه الامه شيخ مصطفى ابو رمان ذكر الدكتور احمد كريم حفظه الله ان الطرب كان حراما فصار حلالا وان الرقص كان محظورا فصار مباحا وان بعد حين كاد سيقول وان الفسق كان لا يجوز فصار يجوز وهذه الامه صارت كالعجوز للاسف الشديد اذا ما المانع يا شيخ مصطفى أن نزيل فتاوى التكفير وتفسيق الآخرين وتكفير الآخرين، هل هي مسألة صعبة أم أن لا، الموساد يريد هذا، المخابرات الأمريكية تريد هذا، المتربصون بهذه الأمة يريدون هذه الفتاوى التفجيرية والقنابل الموقوتة لتقاتل المسلمين في حروب الوكالة لصالح الأمريكي والصهيوني الذي يتفرج علينا نتدابح. أحسنتم سيدي يعني هو حقيقة بلا شك أن كل ما نراه من تفجير وتكفير وتدمير وما أشار إليه الأخوة الأفاضل جزاهم الله خيرا يعني هو مقصود ومدعوم ومدده كبير وسواء كانت تلك الدول الكبرى التي تدعم هذا الاتجاه لارعاب الناس وارهابهم وتفتيتهم وتفريقهم واثاره الفتنه يعني إثارة الفتنة في العالم العربي والإسلامي هي والطائفية هي ديدا هذا العدو من الصهيونية والأمريكان وغيرهم الذين يعني ما يكنون في صدورهم إلا العداء لهذه الأمة وترويع الآمنين وإيصال الرسالة من هؤلاء المتطرفين إلى أننا موجودين وأن لنا دور لكن يعني هناك فوق بث الرعب والفتنه والتفريق يعني لانهم تشبعوا بهذا الفكر الذي كل من يخالفهم مباح الدم لكن كما يعني النقطه الرئيسيه هو اثاره التوترات واثاره الطائفيه وكما حصل في العراق يعني ما حصل في العراق هو اكثر يمكن دمويه التقارير تقول ان في فترة من 2003 إلى 2018 تصور 13 ألف سيارة مفخخة 13 ألف سيارة مفخخة لأنهم يجدون في العراق ذلك الكنز العظيم في خيراته وثرواته فأرادوا لهذا العراق أن يدمر ف13 ألف سيارة مفخخة في بغداد و70% من هؤلاء الانتحاريين يا سيدي هم من السعودية باعتراف ذويهم يعني التفجيرات لم تستثني لا سنه ولا شيعه ولا صوفيه ولا مقامات بل زد على ذلك الحافلات المدارس اماكن العزاء اماكن الافراح إذا لماذا هذا كل هذا لان هناك مخطط قوي ويريد الديمومه لهذا الفكر ان يستمر في تمزيق الامه هذا الداعم القوي سواء كان يعني من خارج الأمة أو داخلها الخارج الأمة معروفون أعداؤنا ولهذا الله عز وجل يعني يقول سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين يجب علينا أن نعرف هؤلاء وأن نتعرف على خططهم وعلى برامجهم هم يخططون لنا بهذه الطريقة أن تتفجر الأمة وأن تتدمر الأمة أن تتمزق الأمة أن تتبعثر يعني جهود الأمة لهذا يعني عندما نأتي إلى هذه الحالة في العراق في سوريا في أفغانستان في باكستان في كل العالم الإسلامي وفي مصر وفي كل يعني حتى السعودية نفسها يعني في القطيف في الدمام في الرياض في كل مكان يعني شيخ مصطفى شيخ مصطفى أريد أن أستفسر عن نعم إشكال سيدي. من فضلك الإرهابيون في سوريا كانوا يضعون النسوة بحجة أنهن زوجات لعملاء النظام السوري في أقفاص ورأينا هذه الأقفاص في الدوما وحدث الكثير الكثير من ذلك في المغرب العربي والمشرق العربي لكن المصيبة طيب. في أن جمهورا عربيا وإسلاميا ما زال يعتبر ذلك جهادا في سبيل الله وحركة من أجل رفعة الإسلام وأن هذه الصولات والجولات يجب أن نتبعها بالتكبيرات الله أكبر الله أكبر حتى لما خطفت جبهة النصرة أربعين راهبة مؤمنة بالمسيح وبالدين وبالسلمية كبر المكبرون وتغطرس المتغطرسون وربك الغباء متجذر في خط طنجة جكرتا يا سيدي في سوريا لا يزال الان خطباء في مساجد بلادنا العربيه يعتبرون ما في سوريا هو جهاد نعم. وهذا الجهاد يجب ان يدعم باي شكل من الاشكال للاسف الشديد جدا للاسف نعم للاسف استاذ عبد المجيب يعني حكايه باكستان ليست وليده الان وفي الواقع انا عندما تاملت صور المصلين وهم على الأرض علم الله بكيت بكيت لأن الصلاة تقرب من الله المسلم قد يتشاهد مرة واحدة في العمر إذا كان مريضا قد لا يصوم إذا كان فقيرا لا يزكي لكن الصلاة الصلاة هي عمود الدين يعني إلى متى يا سيد العزيز إلى متى نعم أستاذ يحيى إلى متى طبعا هذا سؤال يحتاج الى ان تدرس القضيه من كل اطرافها، الى ان تتخلى السياسات الخارجيه عن دعم هذه الهمجيات داخل البلاد الاسلاميه، الى ان تتخلى دول الجوار عن مسانده هؤلاء الذين يمارسون هذه الهمجيه داخل هذه البلاد، الى ان تقيد ايدي وتوضع الاغلال في اعناق هؤلاء الذين يروجون لهذه الافكار. داخل هذه البلاد وخارج هذه البلاد هذه الثقافة وهذه التجارة هي كانت تمارس في هذه البلاد قبل ذلك منذ وقت مبكر وكانت قد صدرت هذه التجارة إلى هذه البلاد الآمنة السالمة من من الدول الأخرى التي كانت تعلن أو التي كانت عندها هوس نوع من الهوس للسيطرة على العالم كله ابتداء من الاتحاد السوفيتي وبعد ذلك مرورا بالحملة الإنجليزية الكبرى ثم بعد ذلك انتهاء بهذه الهمجية الأمريكية في هذه البلاد هذه الثقافات كلها بدأت تروج لهذه الثقافات هنا ولأجل ذلك تركت هذه السياسات هنا آثارا سلبية تحتاج إلى عقود من الزمان حتى تتطهر النفوس والاراضي والسياسات والمناهج التعليميه من هذه الثقافات المروجة لها عن طريق هؤلاء السياسيين المغرضين لهذه ال... الان انا ساقول لك استاذ يحيى ابا زكريا في هذه البلاد نحن في جوارنا من ما زال يروج لهذه الهمجيات ومن ما زال يقول أن هؤلاء الهمجيون هم السلاح الأوحد للقضاء على كثير ممن ينافون سياسي. نعم أستاذ عبد المجيب أريد أن أقول ختاما أنه رغم التكفير والتفجير والفتاوى الحمراء البعيدة عن الدين سيظل دين الله ذا ألق دينا حضاريا عنوانا للرحمة عنوانا للرحمانية عنوانا للسلام هذا دين الله وسيظل محمد بن عبد الله الذي فعل المستحيل صلى الله عليه وآله وسلم لتشويهه ولتقديمه رسول سيف ولتقديمه كذباح سيبقى مثالا للرحمة والرحمانية وسوف نقدم دماءنا وأرواحنا إعلاء لشأن رسول الله والإسلام الحضاري الدكتور عبد المجيب بسام من ارض الابرار باكستان شكرا جزيلا لك الدكتور احمد كريمه من مصر المحروسه شكرا جزيلا لك الشيخ الفاضل مصطفى رمان من الاردن الحبيب شكرا جزيلا لك مشاهدينا وصلت حلقتنا الى تمامها الى نلقاكم هذا يحيى ابو زكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وقدرنا ان نعالج كل اسبوع ملفا دمويا من وحي الثقافه الحمراء المنسوبه للاسلام ظلما وعدوانا في امان الله